تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. تشقيقة بعد مرحبا بالناس كل ما عضل الموجة لينا، مرحبا بالناس الكل اللي عدلت أكيد على الحياة فام. هذه هي زهرة الفيلم واجوك على 93 أكيد مكملة معكم حتى الستة متاع العشية. ديجا هذا هو الديبو والانطلاقة، إن شاء الله هكا نكونوا دخلنا عليكم بالبهجة بالإيجابية بالمعلومة بالإفادة بالحاجات الحلوة الكل، وخاصة زادة الكادوات كما كل يوم من الاثنين حتى للخميس. اكيد عندكم كادو مزيان من اهداء الفريقي جي اس ام للربح ديما يستنى فيكم. ما تنساوش تعدلوا الرقم السحري اللي هو 93 في كرهبكم في دياركم وين ما كنتوا برانشي وتسمعوا فينا. هذه هي الامبيونس نتاعنا اكيد بمختلف الفقرات كما تعودتوا هنا بالتور دو تابل في مخلل الهدره في كل ما هو نصائح صحيه تهمكم. هذه كله أكثر باش يكون إيه معكم. تحية كبيرة لكم أنتم الناس الكل اللي تفرجوا علينا فيا فيسبوك، وأيضا الناس الكل اللي عدلت الموجة علينا، وأيضا الأكيب اللي بتأمن لكم الحصة لليوم. تحية كبيرة لزميلتنا إمنا بوخيت في الإخراج التقني ودائما في قيادة الفريق التقني. أيضا تحية كبيرة لزميلنا سهيل في الفيميكس والديجيتال والتصوير المزينة اللي قاعدين تروا فيها عبر الفيسبوك. كما العادة معكم نور بيجي مقدم الميكرو. إن شاء الله ساعدتوا أن بون ويكاند وبداية أسبوع موفقة للجميع. اليوم نهار اثنين، نار نار جو نعرف ولا محل، مي ملقم على أوت أما الميسيج خويا اون في افيك هكا وان شاء الله هكا نبردوا معكم القايله يا جماعه. هكا كيف كامله تكون معاكم لليوم كيما العاده، نجي وما نجيش وحدي كيف كامله على ذمتكم. الوغ فما شكون اللي ديجا بدا السيف، ديجا عمل عومه في البحر؟ هاوي في بالي حمزه حتى انت زاد سهيل معناها شر ليكيب شات البحر اليوم. فوالا سي تري بيان. الوغ مرحبا بك حمزه. عسلامة نور، مرحبا بك، مرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين الناس الكل اللي يتفرجوا فينا. ان شاء الله تكونوا عديتوا ويكاند مزيان كيفي انا معناها. باهي البحر سافا يعاون والله باهي سافا سافا على الاخر، بلاصه مزيانه على الاخر. تلقى روحك راس لاس البحر هكا والحجر مزيان وتروح مصيد سافا معناها في وقت البحر تبقى في والله والله حاجه مزيانه على الاخر. حاسيلو ننصح العباد ستريسي برشا واللي واللي كليتهم الخدمه برشا حاسيلو يمشيو يعملوا غطسه يبردوا لحمهم شويه يبردوا هكا يبردوا الطقس تخي بيان. الوغ ما فماش خير من الويكاند هذايا اللي عديتوا بالبحر وبال اكيد 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 يلزم تغيير ويلزم واحد يرى روحه شويه ماهيش خارقة. لا لا ما بعدش برشا هذول البحر مشيت السوسه هرقله بحر هرقله مزيان برشا. انا قلت اقترح مصيد كذا جو قرنيه وفازات هكا رجعت نفس حمزه تخي بيان باش من بعد هكا تعطينا حاجه مزيانه. هو اللي مرحله انت معودنا بالحكايات المزيانه. الوغ نستناوك من بعد في هيت اش عندك سينا عزيز. مرحبا سيدي. مرحبا عسلامه نور، بدايه اسبوع موافقه وطيبه للجميع. عايشك عايشك وتحيه لكل مستمعينا ومستمعات. عايشك عزيز. وبربي نحب نقدم ديديكاس صديقي جهاد الفريوي اليوم كما نقولوا نجح في البي اف ام تاعو فاليدي. ان شاء الله الف الف مبروك وان شاء الله من حسن الى احسن. ان شاء الله بون شانس زيدا اللي كاندتنا اللي باش عديو قادمين زيدا على البكالوريا. نستريسي با يا جماعه على بيس بروجي ترد ان شاء الله ناجحين. سينون فما تبخير عزيز الويكاند هذا كيفاش غادي تسعى الويكاند؟ الويكاند والله في النهار في الدار وفي الليل قاوم على الاولاد كالعاده. سي تخي بيان. مازال مشتوى البحر الحر. انت تقول انت تسخن بالكدي بالكدي. اي يموت على الشهيد. هو راهو حمزه خلينا نعطيه باك جراوند. الحمزه راهو ما يحب يحب الناتوري ما يحبش الكليماتيزور يحب البحر. لقى الحل. هذيك هي الحاجه الطبيعه حاجه في الناتور هكا والدنيا هكا ترى بالحق وجه ربي كل كلمه يقول لك هكا الطبيعه. حمزه التجليات بتاع الطبيعه. حقائق
حقيقة من حقائق على حمزة بشيخ في الأوف يبدأ يدور على الكليماتيزورات ويسكرهم وين يلقى كليماتيزورك أوف يسكر ويدخل للاقتصاد للاقتصاد والطاقة سيتخيبيا سيدي مرحبا بكم محمد البسليتي مرحبا جديد معانا المحل هذه الأسبوع الثاني ولكن العبيد تلوج عليك يا محمد كل يوم العبيد تلوج عليك بيان سور علاش ليه متلوش عليك في البحر ديما عنده ربح اي طبعا المره انا نبعثوه للبحر صحيح نور مرحبا بالناس اللي فينا على اذاعه حيت فهم ساعه بدايه اسبوع موفقه للناس الكل اي سورتو للتاكسيستيه يعني اللي ولاو معدلين موجتهم ويستنوا في الكادوات مع الحيت فهم دونك اليوم نور مش نتعبوا شويه تاكسيست صحيح تهزم لاخر الدنيا صحيح الدنيا سخونه وكل لكن اخترنا النقطه الخارجيه اليوم اللي هي يعني رومبوان الزربيه وباش نقولوا فوالا تني تونس المهم ما خرجتش من قبل دونك فوالا سي تري بيان تهزم غادي جميع فوالا دونك وقت يعني انا الخمسه ونص عندكم موعد فوالا الخمسه ونص ديريكسيون رومبوان الخمسه ونص يعني انا معناتها مش نكون متفاجئ غادي كيما العاده انت والفريق الكل وفي داية يعني الانفولوب نتاع الفريق دي جي اس ام كاو مع اليوم كان يعدلوا موجتهم يبقوا يعني في الاستماع حتى تشني نجي هو جاي لابس حاجه سبيسيال هو لابس اصفر معناها طلعوا بالقدا بالقدا معناها محمد انا اعطينا بلون على محمد مش يقمروه انا لابس الاصفر تاكسي صاحي فوالا انا الاصفر تقمروا هذاك محمد وسليتي تبع كيف الحياة فهم تلقاو عنده الكادو بسيس عليه يا جماعه وكهو سيسو النادي فوالا السلام عليكم كان تعدل الموجه على 90 3 كيف الحياة الكل تكون متواجده معاكم في رومبوان الزربيه باختيكم الخمسه ونص نتاعنا عشان باش نودوكم بالكادوات من اهداء لفريقي جي اس ام هذه جوك على ال 90 3 اكيد نحكيو برشا مواضيع منها الثقافه بعد شويه اكيد عندنا موعد معاكم في التور دو تابل سينو فقرتنا باش تكون متعده ودائما عندكم الاسباس والمساحه الكافيه انه تشاركوا معنا ليميسيون نتاعنا وتشاركوا من خلال الفوت على الموسيقى سيلي سي كيما كل يوم ليكيب حمزه بشيخ يعمل دورتو على لي زيكستري والليكيب اللي باش تقدم لكم 3 زيكستري تنجموا تفوتيو على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها اخر الحصه ويكون لكم الاختيار سينو على الاكستري الاولى حزن خذاني وزعلو شافي بالك بردك دوم كي عليا ولات تلوم غالي ولا تحسني العربيه نتاعو ولا في بالي ما كانش يحكي مليح بال حتى بالوتاتيون نقص من الوتاتيون صحيح تحس ناتشوريل اكثر غالي هو يعني مغني تونسي من المقيمين في ايطاليا تشهر برشا عمل البيك نتاعو الاعوام الاخيره لمحاله كان بريسك ما ينطقش برشا التونسي كان تحس هذيك الاكسون نتاعو بالحق من الاعمال اللي قدمها الكل حسيله بالحق يبان لكونه هو انسان معناه ظاهر ما تولدش في تونس معناه باش ما ينطقش الاكسون ماهيش فيك الاكسون نتاعو بالعكس راهو غيالمون سي سا ولكن قرب برشا اغنيه مزيانه الحقيقه اغنيه مزيانه عمرها الاغنيه ذي تو عندها جمعه يظهر لي فوالا من جديد غالي من جديد غالي ان شاء الله تنال اعجابكم هذه من اختيار زميلنا وصديقنا احمد الشفار فوالا سي اكزاكت احمد شفار هذا اختيار موفق حاجه مزيانه والله حاجه مزيانه اختيار موفق ان شاء الله راهو اغزر لي شوف انا مانيش باش نعمل حيله ولا حاجه باش الناس هكا تفوتي انت من عشاق غالي برامون انا جوست نحب نقدم ديديكاس لزميلنا احمد الشفار خاطر عيد ميلاده البارح اوه هابي بيرثدي تو يو حموده جويوز انيفرسير ما في باليش شكون عيد ميلاده البارح شكون غالي عيد ميلاده البارح مزيش باش ما ناثروش على جماعه عيد ميلاد غالي البارح هذاك علاش بوتيتر احمد الشفار اختار باش يقول لك هكا غنيه صحيح اكزاكتومون الوغ ماهوش كبير برشا راهو غالي في العمر 23 24 اكزاكتومون جينيراسيون تاع احمد الوغ سينو كان تحبوا تسمعوا الغنيه كيما تنجموا تفوتيو عليها في اخر الحصه سينو روك اند رول في اكستري حذر فزر حذر فزر انا نسمع فيها ونعاود الاغنيه نسمع فيها ونعاود يعني شكون ما يعرفش اسي دي سي من لي جروب اللي اثروا معناها في الروك وموسيقى الروك وغنيت باك ان بلاك يعني من الاغاني الجميله جدا جدا اغنيه مفرفشه مسميها انا بحق مزيان اي مفرفشه معناها تحفونه
هذه من الاختيار اللي باش نحطوا في 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 بالي. وحمد وزيد اسكو ديما هكا السيل اللي تسمعه؟ تسمع الروك بانك الالتيرناتيف هكا اختارها مع الوقت هكا عشويه هكا باش تعبيد هكا تزيد مع التاكسيات اللي يستناو فيه زاد هكا باش يفيقوا شويه. تكتب سبيسيال روك محمد وزيد هكا اختار لكم. سينون نمشيو للاورينتال والتربي. الله انا باش نحضر الاختيار entre عزيز entre حمزة و entre نوفل. انا الحقيقه هذه انا والله بالحق الله يسامحوني اللي اختاروا الاغاني كل ايام انا مش مبسوط هذه. هو شكون اللي اختار الاكسري؟ ها اللي هذا كل انا خاتي الاغنيه هذه اختارتها قائده السفينه طبعا. ايما ايما بدلت القلم ولا ضيع فيا ايما كثير هنا اليوم يا الموسيقى متاعها قربت ياسر الاختيارات نوفل واختيارات عزيز. انا ام بوخيت اختيار مفاجئ من عند ايتنا شو تفوتيو على الغنيه وتسمعوا اخر الحصه هذه هو جمعنا على 90.3 اكيد. مرحبا بالناس الكل باش نكمل معكم بعض شويه في اكيد الفقره الثقافيه في التور دو تابلا. تسمعوا في جوك على 90.3 من 4 ل 6. مرحبا بالناس كل مود الموجه لنا هكا العشويه متواصله معكم حتىل للسته متاع العشيه. مرحبا بالناس كل اكيد اللي تتفرج علينا فيا فيسبوك. الوغ جوست هكا باش نتفقد درجات الحراره. الوغ 39 درجه يا جماعه ما شاء الله نعمت فزد يا رب. والحمد لله. الحمد لله. يعني اللي يمشي اللي يخرج يعمل حمام شمسي يروح باربيكيو. يعني ماما باش نطلب لك دبل صوص باربيكيو يا ولدي. صوص باربيكيو. هو انت راهو شوف باش تخرج في العشيه اما راهو ابارتيغ من نص النهار ما ساعتين هذيك القايله خويا ما تتقربش. لما حنا من بعضيك باش نحكيو على الشمس والوقايه من الشمس اكيد مع دكتورتنا ناديه الكي في خاطر فريمون البيك نتاع اسكو دابيتو سي نورمال مي هكا معناها وصلت 38 عادي 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 توصل ديجا تناصف فات نص الشهر معناها عادي. هو 17 ريد 17 مي ابارتير من 17 16 في معناها الصيف مش يدخل الصيف خاطر بالحق السنه تحسوا مي تخلب تولي الدنيا معناها تعطي مؤشرات معناها الطقس واللي يعطي مؤشرات للصيف كل شيء صحيح. ولكن هذه راهو عاش احنا في قروينا محلها عادي كاينه معناها هذه القوت نتاع الناس العاديه الناس اللي يعني في بلايص اخرى نورمال. احنا في قروين ديما هذه هو ماي نتاعنا توصل ل 40 عادي ميو. عادي جدا سينو ان شاء الله ربي هكا يعطينا سيف باللطف يا ربي تيسر روحكم يا جماعه. ديما النصائح اكيد العاديه شرب الماء ما نخرجوش في القايله والحمايه من الشمس كما قلنا هذه النقطه اللي باش نحكيو عليها بعد شويه. سينو باش نمشيو نحكيو ثقافه توت سويت في التور دو تابلا. Tout de suite, tour de table. Ou Khalid et tour de table. هو صحيح السيف هكا فيه سخانة ما زاد فيه المهرجانات والمهرجانات الصيفية اكزاكتومون اللي يحلو فيها السهر وكل ما هو ديزيفينمون كولتوريل تحلى في الصيف ويتم يعني إحيائها في الصيف. إن شاء الله باش نكونوا على موعد على لمهرجان السينما الدولي ياسمين الحمامات من 4 ل 11 جوان 2022. والله العزيز يا جماعة وقت اللي كل ما نسمع هكا ايفينمون كولتوريل ينشرح الصدر على خاطر عامين عديناهم ما غير حتى ايفينمون كولتوريل يعني ريالمون جفاف ثقافي. الحمد لله رجعت العجله الثقافيه الدول ونلقاو كما قلنا المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات من 4 ل 11 جوان 2022 باش يكون فما اكيد نحكيو على مهرجان سينمائي مسابقه دوليه للافلام الوثائقيه الطويله يعني تشمل هالمسابقه هذه 6 افلام تمثل كل من الصين ايران الجزائر البرازيل كردستان السويد وتونس. في هالقائمه يسجل المخرج الصيني تشاو ليانغ حضوره عبر فيلم ام سو سوري ومت 96
دقيقة يقدم تشاوليانغ كمرشد في عالم آخر بلغة شعرية صورة مؤسفة لعواقب حماقة الإنسان اللي تؤدي إلى تدمير الذات رغم وجود المظاهرين المناهضين للأسلحة النووية اللي يصرخوا من أجل احترام الأرض. نظرة جميلة جدا باش يقدمها تشاو ليانغ. أيضا نلقاو من إنتاج جزائري برازيلي يتنافس كريم إينور على الأبحار في الجبال. فيلم هذا مدته 98 دقيقة يتناول العمر قرار في جان في 2019 بركوب قارب وعبور البحر الأبيض المتوسط في رحلته الأولى إلى الجزائر برفقة والدته. يعني وصف غيالمان الرحلة بالتفصيل. الوطن اللي جسده ما بين الحاضر والماضي والمستقبل. ديجا سبق له أنه فاز يعني بجائزة على فيلم ونظرة ما وكان معناها عمل ممتاز وممتاز جدا. ألوغ باش نشوفوا العديد من الأفلام الحقيقة يتولى الحديث على هالأعمال الجميلة على خاطر كل عمل وثائقي يروي حكاية وراها خاصة للمخرج بعث مساج معين كسوا على الهجرة الغير شرعية كسوا على كما هكا الطاقه النوويه على الاحتباس الحراري. كل مخرج وعنده نظره معينه على العمل اللي خدمه. الو باش يكون هذا كما قلنا في ضمن مسابقه دوليه. والحاجه الباهيه هي في تونس في الحمامات نعاودوا نذكروا اللي ان شاء الله المهرجان هذا باش يكون من 4 ل 11 جوان 2022. عايزين شقاكم في المهرجان. والله نجم كان يفرح كيشوف تظاهره ثقافيه كيف هناك خاصه انه معناتها الشباب متعرفش المهرجانات اللي تكون فيها افلام وثائقيه. وانا الحق في البرمجه كان جذبني الفيلم الصيني للمخرج ليانغ اللي يحكي على حماقه الانسان معناتها كيفاش الانسان من هكا يحتفل بيوم الارض ومن هكا هو اللي يقوم بتدمير فيه عن طريق الاسلحه النوويه وغيره. انا ننصح الناس بالحق برمجه ياسر ثريه وننصح الناس تمشي تفرج فيه. ياسر حلو كما قلنا يعني يوري البارادوكس يعني من جهه هكا ومن جهه هكا غيرمون هذا هو ليتر اومان. الوغ بالحق كما قلت انت برمجه ثريه وثريه جدا. حمزه عندك مبدي نور بالحق انا سنام مانيش متفاجئ باللي باش تصير برمجه مزيانه. علاش؟ خاطر سبق وفي رمضان عشنا مهرجان المدينه في ربوع تونس الكل. معناها كل البلاد قدمت باقة من افضل باقات معناها المحتوى اللي موجود. دونك توا في الصيف اللي مش يصير بحكم انه تعدوا عامين ما غير احتفالات وما غير برامج على خاطر الكورونا وكل شيء. توا مش يعملوا حاجات نتصور مزينه برشا كيما توا مديتنا انت بالمهرجان الحمامات الدولي. معناها اللي هو ماهوش غريب عليه المهرجان هذا بعريقته بكل شيء. معناها بالمهرجان بالحق راهو كبير برشا كل سوا في الانتقاء في الشواء لي جروب اللي يطلعوا فيه الفرق الفنانين معناها اكبر فنانين يطلعوا معناها في مهرجان الحمامات. مش غريب على مدينه الحمامات ومهرجان الحمامات انه باش يعملوا حاجه مزيانه من نوع هذا. وان شاء الله تونس كامله ان شاء الله معناها يخموا باش يعملوا حاجه ان شاء الله تنور الوجه يا رب. نور تونس كامله بالحق بعد عامين كورونا متعطشه للمسارح والمهرجانات والاحتفالات. وراو على ذكر المهرجانات في بالي توا في القروان قاعدين نقولوا المهرجان ليالي الصيفي بالقيروان يعني تهبط البرمجه اكزاكتومون. هذا اللي انا جيت باش نعرج عليه الحقيقه بادره حلوه من المهرجان الصيفي بالقيروان وين هيئه المهرجان حابه تتفاعل معناها مع جمهورها وطلبت منهم شنو ما العروض اللي تحبون نجيبوهم في للقروان. يعني بادره طيبه والعديد من الناس اللي قاعدين يتفاعلوا تنجموا زادتوما اللي تسمعوا فينا تو تدخلوا على صفحه المهرجان الصيفي بالقيروان وتتفاعلوا اكيد مع الصفحه وعلاش لا هكا تقدموا اقتراحاتكم فيما يخص العروض اللي تحبوا تتفرجوا عليهم في المهرجان الصيفي بالقيروان اللي ان شاء الله متفائلين به اللي بقدره ربي على تونس الكل باش يكون فما مهرجانات
صيفيه. اون اتوندون ان شاء الله الحقيقه الكرون فيستيفال اللي هو فيستيفال تاع كارتاج نشوفوا شنو هي هذا. كل عام يلقى نقد انتقادات كبيره. اسبيرون احنا اكيد باش نعرجوا عليه هو باش نشوفوا البرمجه شنو هي. بور لو مومون يدولي مازالت ما هبطتش يعني غير البرمجه مازالوا قاعدين يشوفوا. اسبيرون تكون حاجه بالحق جميله. زاد ما تنساش نور بار كارتاج وكل شيء راهو في بنزرت زاد بالحق مهرجان زاد عريق وعنده جمهوره. كارتاج عنده الرونق نتاعو عنده بالطبيعه عنده الرونق الخاص. مي معناها ثم معناها تنافس في انتقاء العروض وفي معناها الجروبات اللي تطلع على المسارح والافلام والسيريات وكل شيء. معناها حاجه مزيانه كي تبدا فما كونكورون شيء. هذه البي يعني المعروف علينا اللي كما قلت عجبتني كلمتك عزيز. الجمهور التونسي متعطش للثقافه ويحب العروض كسوسوا الثقافيه اون جينيرال المسرحيه والفنيه الغنائيه التمثيليه وغيرها. الوغ كي يلقى تنوع كبير يعني من في تونس من شمالها الجنوبها حاجه خارقه للعاده. وان شاء الله ننتظروا حاجات جميله جدا فيما يخص المهرجانات الثقافيه. واحنا اكيد باش نكونوا في المتابعه. يعطيكم الصحه الناس الكل في التفاعل. هذيك انت التور دو تابل. التور دو تابل يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم دائما. نعاودوا نذكركم تلقاو زميلنا محمد بعد شويه اكيد في رون بوان ازربيه. نستناوكم دائما بالرقم الذهبي ما تنساوش 90 3. هكا تنجموا تربحوا معنا كادو مزيان من اهداء الفريقي جسم سينو. يلا بوز مع الموسيقى زهره الحياه. جوك على 90 3. يا مرحبا بالناس اللي معضلة الموجة لينا هكا جوك على 90 3 متواصلة حتى للستة متاع العشية. لقيت هذايا تجيب حدانا محالة دكتورتنا العزيزة ناديا الكيفي. مرحبا بيك دكتورة. عسلامة نورة. عسلامة بتوت ليكيب. مرحبا بيك للا. بعديك اكيد باش نحكيو على هالسخانة هذيا سخانة اوت اللي جات على ذكر وي اليوم 40 دوغري. ولكن كيفاش نجمو نحميو انفسنا من الاشعه هذه كل باش نعرفوا التفاصيل الكل معك انت ناديه في اشغال التسبيب. سي تري بيان. الوغ سينو نمشيو مالا توت سويت معك انت عزيز في مخ الهدره. مخ الهدره. مخ الهدره. مرحبا عزيز. مرحبا نور. مرحبا سيدي. ايه سيدي رجعنا بعد الويكند ودائما محضر لنا حاجات في مخ هذا دابيتود نوستالجيك. اليوم اسكو نوستالجيك ولا فيها نوع نوستالجيا مش حكي ولا بطل عالمي هذا مش تونس. اليوم نور باش نحكيه على قصة شخصية عظيمة ياسر غير عادية خليت أثر كبير وقت اللي رحلت. السيد هذا اسمه بياي فانجلي أكثر شخصية محبوبة في الجمهورية الصينية. السيد بيا مولود عام 1913 كان طول حياته يخدم سائق. وقت اللي وصل لسن 74 سنة قرر أنه يتقاعد ويرجع لمسقط رأسه ويعدي بقية أياماته غادي مرتاح. في نفس اليوم اللي بيا مروح فيه من آخر نهار خدمة في حياته حب يتعدى على طريق أخرى باش يتفرج في حقول الأرز. وقتها كما نقولوا تصدم بالمشهد اللي شافه خاطر في الحقول اللي تعدى عليها كان فما صغار قاعدين يخدموا. ايه والشيء هذا كما نقولوا شوكيه اللي خلاه كما نقولوا يقف على جنب ويسال الناس على السبب هذا. وين قالوا له انه صغار هذوما عائلاتهم ما عادش ينجموا يوفروا لهم الموارد الماليه وما عادش ينجموا يقريوه. الشيء هذا حس في نفس بيا مما خلاه وقت اللي يروح للدار حكى مع مرته وبنته وقرر انه المبلغ اللي كان يلم فيه حياته الكل يتبرع به للعائلات هذوما المحتاجه. وبعد جمعة من الحادثة هذه هو فقط سائق عادي معنا. سائق عادي اي ماهوش لا رجل اعمال لا حد شيء. ليه مواطن عادي عنده مدخول محترم لا اكثر لا اقل مجرد سائق. بعد جمعة من الحادثة هذه بال بيا بقى مش مرتاح. قال كيما انا كنت لقيت صغار كنكاكا اكيد راه فما برشا غيرهم. والشيء هذا خليه في عمر 74 سنة يرجع للخدمة لاكثر من 15 سنة اخرى. والمبلغ اللي كان يدخله يخلي بارتي صغيرة اللي هو والعائلته باش ياكل منه والباقي الكل كان يتبرع به للصغيرات هذوما باش يقريهم. يعني غيالمون استبنى هالعائلة هذه لا برشا صغيرات مش عائلة واحدة. فهمت. فالقرية نتاعو اللي هي في الشمال في الشمال الشرقي في الصين القرى هذيك الكل كان هو كما نقولوا يعاونهم باللي يقدر باش صغار يكملوا دراستهم.
بي اي هذا كان ساعد وتبرع لبرشا عائلات باش يكملوا دراستهم المدرسيه والجامعيه، وكان في حتى العمر 90 سنه وين وقتها مرض مرضى كبيره وطلع مريض بسرطان الرئه ثم توفى في 22 سبتمبر 2005 اي وقتها كانت كما نقولوا مأساة كبيره عاشها لونتوراج نتاعو والشعب الصيني وبكاو عليه بكل حرق. معناها وصلت شهر السيد هذا اي في العالم الكل فما دي كومونتير عليه في العالم كامل حكيوا عليه، ومن كثرة محبتهم ليه وصلوا عملوا له تمثال في الصين. فوالا كان كيما المادر تيريزا معناها بالنسبه للصغيرات هذوما يعني انساني برش الحق قدوه فوالا انساني ياسر ياسر على الاخر. وكما يقول عبيد بتيتخ عملت جمعيه باسمه نتصور اكيد راه تصوروا انتم وصلوا عملوا تمثال باسمه في الصين تصوروا وعملوا برشا جمعيات تحمل اسمه، وكما قلت لكم برشا افلام زاده تحكي على حكايته هذه الخير. هو شوف دائما راهو فما جانب مشرق في الحياه كيما فما الجانب المظلم نلقاه، والناس اللي عندهم الجانب الإنساني الناس اللي تعطي ما غير مقابل. السيد هذي غيالمو يعني حب يتكفل بهالصغيرات هذوما من غير حتى مقابل من غير حتى شيء، حب يعني يلقاه باش يساعد هالصغيرات هذوما. بيان سور أي أكت كيف من هكا يقعد نبيل، فما برشا كيما السيد الصيني هذي أمباني الحقيقة، ودائما اي فرصه اكيد نلقاها بتشجعوا على العمل الانساني. فما ناس بالجهار وبالسر معناها تقوم بالاعمال الخيريه هذه في كل يوم الحقيقه، ودائما فما الناس اللي قاعده تلوج على الناس اللي غيالمون محتاجه. مالوغوزمون احنا عايشين في فتره اللي كثر فيها التحيل، اللي ساعات استخدمهم الانسان ما يعرفش لشكون باش يعطي، يعني ما يعرفش شكون غيالمون اللي يستحق وشكون ما يستحقش بما انه كثر التحيل. ولكن فما ناس تخدم ليل ونهار باش تشوف غيالمون شكون اللي يستحق المساعده ويكون انساني مع الناس اللي تستحق. الو انت حبيت من خلال الفقره نتاعك تقدم له اوماج اكيد اوماج شويه فيه الحق على الشيء اللي عمله. راه تفرجت في الافلام نتاعه وحاجه واو على الاخر واو واو على الاخر. وكما يقول الفيلسوف فولتير كل الارض هي بلدي وفعل الخير هو دين. اكزاكتومون الوغ يعطيك صحة عزيز، هكا ذكرتنا باللي الدنيا فيها جدا الجانب المشرق، وان شاء الله ديما غدوه خيرة. مخ الهدرة مخ الهدرة يلا سيدي، احنا مازلنا متواصلين معكم دائما بالموسيقى. ما تنسوش يا جماعه اللي بعد شوي باش نكونوا متواجدين معكم في رومبون اليوم رومبون الزربيه. الوغ لي تاكسي الكل اللي تسمعوا فينا تعادل المجاعب 90 3 كدويت برشا من اداء الفريق جي اس ام تستنى فيكم. شكون باش يكون معنا صاحب الحظ السعيد مع كل ليكيب الحياه فاهم اللي باش تكون مستنيتكم غادي هذه كله اكثر معنا سينو بوز مع الموسيقى ورجعينا. جن مامان والشانسون فرانسيز توصلنا معاكم ل 20 دقيقة بعد الخمسة، احنا اكيد مازلنا متواصلين. تو سويت هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك ايوا حمزة بالشيخ برويجه عسلامتكم الناس الكل مرحبا بكم، مرحبا باللي قاعد يستنى فينا واللي حاط تكا ليكوتور واللي في التاكسي واللي كل واللي في الكهرباء واللي في الكهرباء الكل الناس الكل حاسين مكتوب وكلام عجيب اتقال في قديم الزمان. مش قديم الزمان، نحكيو على 70 80 90 محسوب 100 عام. 100 عام التالي 100 عام التالي المنوبي الخضراوي المعروف بالمنوبي الجرجار. يعتبر هالمنوبي سي المنوبي واحد من أبطال تونس اللي منسيتش الذاكرة الشعبية، من هو من مواليد 1881 العام اللي انتصبت فيه الحماية الفرنسوية على بلادنا، وكان المنوبي من التوانسة اللي ما قبلوش ضيم الاستعمار. اسمه تقرن بواقعة الزلاز، كان وقتها في التنبك متاعه عمره 30 سنة، معروف عليه في اللحوم الشعبية خاصة في الحاضرة متاع تونس. وفي هذاك النهار حبت بلدية الحاضرة اللي تجمع بلدية تونس وربط باب سويقة وباب الزيرة باش يسجلوا العقار اللي فيه مقبرة الزلاز ويولي ملك عمومي ويتصرفوا فيه كما يحبوا هما، ويخرج من حبس سيدي محمد الزلاز القيرواني اللي هي توا الزلاز لليوم هذا.
قامت القيامة واعتبروا الأهالي أن التسجيل هذا جابوه العسكر والبوليسية لفرانسيس. صارت مواجهات لين سال الدم للركب. وقتها المنوبي جرجار وصاحبه شادلي الكتاري هما اللي حرضوا على العصيان، وبعد كر وفر وقع توقيفهم وحكمت عليهم المحاكم الفرنساوية بالأعدام في أكتوبر 1912. واحد من محافظي الشرطة وثلة من البوليس السري يستناو في ترا يقولوا له سوق الأربعة اللي جاي متزاير المحطة تونس اللي هي برشلونة تو، باش يستقبلوا فرنساوي اسمه لابيغ والتوانسة والتزيرية يسميوه بشتار اللي هو منفذ حكم الأعدام. حصلوا مجش وحده سي بشتار، جاب معاه المقصلة متاعه اللي كان الموسم متاعها كبير لين يخرج من الفاجونة متاع التران. الستة متاع الصباح جدرمية والخيالة الفرنسيس توجهوا من الحبس الباب سعدون. 6:45 دقيقة قد ونفذوا حكم الإعدام عليهم. الجرجار وصاحبه الكتاري نسيتهم مهل السياسة والمثقفين متاع وقتها ما كتبوش عليهم، لكن الأحياء الشعبية خلدت ذكراهم ويعتبروهم شهداء ضد الاستعمار الفرنسي. نرجع بكم توا يا جماعة الأم سلمى النوبي اللي كانت متخبية بين الحاضرين وقت تنفيذ حكم الإعدام، وقالت هالكلمات هذم اللي يبقوا خالدين، كلمات تلحنت على نغمات حلوة ياسر. الكلمات تقول: برا ويجا ما ترد اخبار على الجرجار، يا عالم الاسرار صبري لله، يا جماعة شوفوا ما صار القتاري معاه الجرجار، حصرنا الجلاز كل واحد في قبر جاز، عييت نمثل في وشامك ياه، حطوا الرمية فيك على الكرومة والعنقة، يا صافي يا حنين احنا شفناك واحنا صحنا، اللي غدرنا فيك ولد الحمدي واللي جرحنا فيك يجرح قلبه، يما ضربوني يا حليلي يما ضربوني، يما ضربوني والضربة جات على القصة، اه يا حليلي يما خلوني نبكي بالغصة. الخ الخ حصلوا هذه حكاية الجرجار. حكاية مزيانة بالحق في واقعة معناها صارت في تونس في ذي من الاستعمار وكل شيء. إن شاء الله تكون عجبتكم لمحة تاريخية جميلة جدا. هكا رجعتنا بها لأكثر من 100 سنة التالي، بريسك هكيك في الفترة هذيك. أي نورمال ما في الفترة هذيك اللي هي عام 1912 صارت الواقعة هذيك وصار الحكم وقتها، والمعركة هذيك كما قولوا تقتلوا فيها قريب 12 تونسي وجرحوا فيها المئات واعتقلوا فيها الآلاف الملحمة هذيك اللي هي صارت بقيادة الثلة هذوما على راسهم المنوبي الجرجار الملقب بالجرجار. على قليل عرفنا هكا اش معناها الجرجار في الغنية اللي نسمعوها ونسمعوها. عندنا راه موروث كبير في الاغاني، ان شاء الله نتعرضوا لهم كل مره نجيبوا حويجه مقعر الخابيه. اغاني اللي تحكي حكايات معناها صارت بالحق في تونس. بالضبط، يعطيك الصحه الحقيقه. دائما هكا تعملنا كل فلاش باك على الباسي وعلى الحضاره الجميله نتاعنا ولا الشخصيات الحلوه أثرت في حضارتنا وتاريخنا التونسي. فيه ايش عندك؟ ايش عندك؟ يلا بعد شوية تمشي وأكيد الكل ما هو طبي ونصائح طبية مع دكتورتنا العزيزة نادية الكافي بعد البوز ميوزيكال. يلا متواصلين معكم في اخر دقائق من الميسيون متاعنا، اكيد متواصلين حتى للستة دائما معكم ومع بيين الموجة على 93.3. جوك على 93.3. يلا مكملين معكم توت ليكيب، كيف الحياة فيم تستنى فيكم في رون بوان الزربية. زملاء تحية ليهم الكل، زميلتنا أون، زميلنا محمد بسليتي وزميلنا شاكر ولا أمين، مساش قدموا لهم زوز التحية اللي قاعدين يستنوا فيكم. ترى نشوفوا الأجواء توت سويت ومحمد عنا في المباشر بالتيشيرت الأصفر. مرحبا مرحبا يا محمد. مرحبا بك نور، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على اذاعه الحياه خير اللي معطين موجتهم مع 93.3. نور الحقيقه صار لي بروبليم هنا، يعني نلقى ديجا يعني نمبر كبير من التاكسيات اللي تورنا 100. اي شو شو شكيت تاكسيات مالي الله 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 الله. ايش
في رومبوا الزربية، فما تكتيسي يعني خلينا ديجا نستنى يعني من الحلقة يعني بالله لحظة بركة يا محمد، والله نشكروا التاكسيات الكل وسواق التاكسي الكل اللي قبلوا يعني ويلعبوا معنا في الجو، خاصة خاصة المتابعي الحياة فهم، رانا احنا دائما على الفيديليتي نتاعكم دائما ربحوكم الكادو مزيان من اهداء الفريق جي اس ام. ميساش راهو يا جماعه كل يوم الربح، ما جاش الدور عليك اليوم يجي الدور عليك غدوه. ايوا محمد كيفاش توا شو عملنا؟ سينا نور باركينغ يعني كيما قلت لك كيف اشكالي مع التكسيسية، اوروزمون يعني هما كانوا متقبلين الوضعية وكل لقيت حل انهم مش يكونوا معناتها الناس اللي يعني اللي لقيتهم بشدة تكسيسية من الاول انهم معناتها مش يكونوا رابحين معانا. وسينا خذينا بالنسبة للكادو نتاع اليوم يعني خذينا تاكسي رقم 5 شفرة معاكي ديجا جات الاولى. دونك يا جماعة نحبوا التاكسيات اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل، واللي رقم 481 هي الفايزة اليوم ان شاء الله ديما تكونوا رابحين اليوم. تاكسي رقم 481 481 يعني كبار كلها تسمع في التزمير يعني الحقيقة يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة يعني تسمح له يعني الوضعية يعطيهم الصحة الحقيقة اللي هكا معانا سيدي. يا سي محمد نتعرفوا على الفايز اللي معانا، مش يرجعك توا المقر الإذاعة ولا كيفاش؟ كيفاش نقول باش نسمع أول حاجة يا محمد تقصنا في الغاديو اللي في التاكسي باش نجم تسمعني من الكيت، سينو كيفاش الدورة فما الدورة نتاع العادة أو ميم تو نتعرفوا على السائق التاكسي ولا؟ كنا مع التاكسي رقم 481 اللي هي اليوم الثالثة معنا. مش عاملين دولات في العادة نتعرفوا عليه. علي الخشاوي سائق تاكسي 2002 محمد تنقصنا كومبليتمون في الراديو، معناها تسمع كان من الكيت باش ما يصيرش فما ايكو خاطر نسمعوا فيك مرتي. طيب يا نور تبارك الله تكشفتي في الحق نواجه لهم شكر يعني تبارك الله فاتحين بينا على الاخر اليوم. وكما قلت نور فما تكسي ديجا معناتها بقى 6 سنين من مقام الرضا، لكن علي يعني سي علي في دور معناتها جاي قبل وهو اليوم كان رابح، لكن زاد معناتها واحد يسمعوا فينا وركيناهم جا في الروم بوان راهم زاد هما زاد مش يكونوا فائزين معنا زاد كورتيج معنا كورتيج في فوالا كورتيج في الولايه نتاع تكسيات. لانه نرجعوا مع الفائز اليوم نور اللي هو سي علي. علي سي علي من وقت السنة فينا سي اليوم؟ والله السنة فيكم من الخمسة سنة فينا وانا ماشي شيء كل شيء هون على الحياة طيب الله يخليك سيدي. احكي لي على جو التاكسي هكا تبارك عليك يعني هكا على الاخر و تبارك الله معك 2002 اللي مع تاكسي اليوم ونهاية اخذت روحي يعني ان شاء الله خلينا نحكيوا هكا شوية موجات ايجابية ونحكيوا في البداية ونحب حياتي على قدر ما في اسمها الله يخليك اكثر شيء من هيك هذا حب كبير يا سيدي ان شاء الله ربي يدوم العشره كيما ربي هكا دوم العشره مع المدام ان شاء الله العشره زيدة مع اكيد الحياه تفهم تدوم وتطويل. سيدي مبروك عليك مره اخرى الكادو من اهداء الفريق جي اس ام. الفريق جي اس ام ديما تفرح بكم ديما هكا تودكم بالكادوات دائما موجوده معاكم مع الاكيب الكل اكيب الحياه اللي ديما تكون تستنى فيكم كل عشويه كيف من هكا باش تربحوا كادو مزيان. عاودوا ذكروا اليوم رقم التاكسي 481 اللي ربح معنا الكادو المزيان، ودائما كل يوم باش نكونوا نستناو فيكم وربحوكم الكادوات. هكا وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا لليوم، شكر كبير للاكيب تكنيك اللي كانت معاكم زميلتنا امنا بوخيت دائما في قياده الفريق، مرحبا بك انت ومشكور جدا سهيل في الفي ميكس والديجيتال، شكر كبير للاكيب الكل اللي كانت معاكم زميلنا حمزه بالشيخ يعطيك الصحه اللي كنت عزيز يعطيك الصحه مشكور، ايضا زميلنا محمد وسليتي زميلتنا انس زميلنا امين زميلنا شكر ويعطيك الصحه دكتورتنا العزيزه نادير كيفي اللي ديما موجوده معنا كل نهار اثنين. كنت معكم نور بيجي
من قدام الميكرو ابارامون الاغنيه اللي ربحت اليوم الحمد لله بكيت على فيديو واقف امارين بارك الله اكيد والبرشة اقمار منوره في على الحياه فهم مشكورين الناس كل اللي تبعتونا ان شاء الله غدوا في نفس التوقيت ما بقى لي كم شكون لكم تصبحوا على الف خير تلقى جوك على 93.3 وحفل العشوائيه بالموسيقى والثقافه والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93.3 على الحياه فهم حفالي وجونا عالي.